السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات ديال الجلابة والقفطان المغربي. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم موديلات ديال الجلالب للبيع، متروجين بالطرز الباطي، يعني موديلات راقية وبثمن جد مناسب. يعني تقريبا كلهم دايرين اليوم 600 درهم الجلابه. غادي نبداو على بركه الله. عندنا هذه اول جلابه، هذه مخدومه بالثوب ديال الكريب، مطروزه بالطرز الرباطي، دايرين ليها هاد الشبيكات. ممكن تشوفوا الطرزه ديالها جات راقيه ورائعه، الثوب ديال الكريب. بالنسبه لهاد الجلابه هذه غادي ندوزوا العبار ديالها، ولا كان العبار كيناسبك كتواصلي معنا في الواتساب، غتسكرينيها وغتصيفط لنا في الواتساب، والارسال يعني راه داخل وخارج المغرب فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. بالنسبه للعبار ديال هاد الجلابه هادي، هادي عندنا في الكتاف 42، عندنا في الطول ديالكم 59، وعندنا في الصدر 30، الحوض 31، والطول مترو و 39. الطول راه يمكن يتزاد ويتنقص. نعاود العبار ديالها، الكتاف 42، الطول ديالكم 59، صدر 30، الحوض 31، والطول مترو و 39. الثمن ديالها هو 600 درهم، الارسال داخل وخارج المغرب يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. الصاله ديالها راه ايفازي، الثوب راه كريب نص وحرير، كاليتي مزيانه ديال الثوب. غادي ندوزو للموديل الاخر، عندنا هادي حتى هي نفس الخدمة ونفس الموديل، وتشوفو اللوينات ديالهم راقيين. مخدومين بالطرز الرباطي، مخدومة هي بالطرز الرباطي، مخدومة بالضفرة وبالطرز بالصم، داخل فيها الالوان في الحرير وفي الصم. بالنسبه للعبار ديال هاد الجلابه هادي، عندنا في الكتاف 42، عندنا في الطول ديالكم 58، عندنا في الصدر 30، عندنا في الحوض لي هونش 32، والطول مترو 40. الثمن ديالها حتى هي كدير 600 درهم. الارسال راه داخل وخارج المغرب يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. الثوب ديالها كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال الثوب، والخياطه راه بالطرز الرباطي. نعاودوا العبار ديال الجلابه، عندنا في كتاف 42، عندنا في الطول ديالكم 58، وعندنا في الصدر 30، عندنا في لي هونش 32، وفي الطول مترو 40. الثمن ديالها 600 درهم، يعني تقريبا 60 فرانك، 60 اورو او 60 دولار. عندنا هذه حتى هي، هذه الثوب ديال الكريب، مطروزه حتى هي بالطرز الرباطي، خدمة بالعقيدات وشبيكات من القدام. الثوب ديالها الثوب ديال الكريب دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال الثوب. هادي حتى هي كدير 600 درهم، الثمن ديالها كدير 600 درهم، يعني تقريبا 60 اورو، 60 فرانك، 60 دولار. بالنسبه للعبار ديالها، عندنا في الكتاف 39، الكتاف عندنا 42، 42 في الكتاف، الكم 58، الصدر 31، والحوض 33، والطول مترو و 33. الثمن ديالها كدير 600 درهم. نعاود العبار ديالها، الكتاف عندنا 42، عندنا في الكم 58، صدر 32، الحوض 33، والطول مترو و 33. الثوب ديالها راه الثوب ديال كريب دوس وحرير، كاليتي مزيان ديال الثوب. بالنسبه للارسال راه داخل وخارج المغرب يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. يعني مطروزة باللوينات، اللوينات فيها راقيين. يرسل كما قلنا داخل وخارج المغرب، الثمن ديالها دايره 600 درهم. ندوزو موديل واحد اخر، عندنا هادي، هادي حتى هي بالثوب ديال الكريب، مخدومة بالمرمى والدبانة، الخدمة ديالها راقية ورائعة.
يعني مرمى عريضة فيها الدبانة والدولار. الثمن ديالها حتى هي كدير 600 درهم. بالنسبة للعبار ديال الجلابة هذه، هادي عندنا في الكتاف 39، عندنا في الطول ديال الكم 59، عندنا في الصدر 29، وعندنا في الحوض 30، والطول مترو و40. الثمن ديالها 600 درهم. الارسال داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. كما كتشوفوا التويب ديالها راه كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال الثوب. الصاله ديالها يعني عندها الافتحات في الجناب. نعاودوا العبار ديالها، الكتاف عندنا 39، عندنا في الكم 59، عندنا في الصدر 29، وعندنا في الحوض 30، والطول مترو و40. الثمن ديالها 600 درهم. ارسال داخل وخارج المغرب. ندوزو الموديل واحد اخر. عندنا هادي حتى هي بالثوب ديال الكريب، الثوب ديال الكريب. هادي كتلبس تقريبا 3XL، الثوب ديال الكريب مطروزة بزواق معلم ديال الماكينة، منبتة بالعقيق، الحجر مهرس، يعني كاليتي مزيانة ديال الثوب. الصالة ديالها راه إيفازي. الثمن ديالها حتى هي دايره 600 درهم. ندوزو العبار ديال الجلابة، عندنا في الكتاف 45، عندنا في الكم 65، عندنا في الصدر 33، وعندنا في الحوض 34، والطول مترو و46. الثمن ديالها راه 600 درهم. ارسال داخل وخارج المغرب. نعاود العبار ديالها، الكتاف عندنا 45، الطول ديال الكم 65، الصدر 33، الحوض 34، طول مترو و46. الثمن ديالها 600 درهم. ارسال داخل وخارج المغرب. الثوب ديالها كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال الثوب. يعني الى عجبتك شي جلابه بغيت تاخذها، غادي تسكرينها وصيفطها في واتساب ونتفاهموا على المسائل كامله. الثمن ديال الارسال تعطينا العنوان ديالك، وراه فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجيع علينا باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد ديال الموديلات ديال الجلالب ديال البيع، والقفاطن كذلك ديال البيع، والموديلات اللي كنخدموا للكليان. يعني اللي بغات تخيط عندنا شي حاجه غادي تشوف اي موديل عجبها، غادي تصيفط لنا في الواتساب وغادي نتفاهموا على الثمن ديالو، سواء كان توب وخياطه او غير خياطه بوحدها. كتعطينا غير العبار ديالك، وحنا راه كنتكلفوا مثلا الا بغيتي كاع ناخذ الثوب راه كنتكلفوا حتى بالثوب. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.